Suleika Hospital, Dubai, Sharjah. اسمي وليد أحمد، يمني الجنسية. كان عندي مشكلة في الصدر، مثل ما تقول تثدي في الصدر، اللي صار وياي أني حاولت أحاشيل أو نصدر عن طريق رياضة ما صارت وياي، جربت عن طريق الساونا ألترا ساوند بعد ما صارت وياي، راجعت عيادات كثيرة علشان هالموضوع ما في أي فايدة من الموضوع، فكان كله بس أني أحس أنه بزنس كلهم يأخذون مني وخلاص على الفاضي. لين مرة شيكت ويا على الويب سايت على موقع مستشفى الزليخة في أخصائي، اللي كنت أفكر أني أسوي قسم معدة، بس لما راجعت هني الأخصائي أخذت موعد وهي هني راجعت المستشفى، قال لي أخصائي أن أنت مش محتاج قسم معدة، اللي محتاج أنك تسوي عملية شد صدر، وبيحولني على الدكتور المختص اللي هو الدكتور سنجاي. وفعلا الأسبوع اللي عقبه سويت جابلت الدكتور وقال لي وشرح لي كيف الوضع وشو اللي بيصير وشو اللي بسوي بالضبط. الدكتور كان وايد اوكي، فانا تحمست على الموضوع لان اول الدكتور يعطيني شيء ايجابي في الموضوع واعطاني دفعه تحفيزيه، وما حسيت ان الموضوع تجاري كثر ما هو يبالي اني انا اتخلص من هالمشكله. اللي صار سويت العمليه الحمد لله، عادوا تشوفوا انت ما في صدري الحمد لله راح اوكي. انا وايد مستانس على الموضوع واشكر الدكتور سانجاي، وان شاء الله للامام. وبالنسبة للمستشفى، أنا حبيت المستشفى، والمستشفى وايد أتعامل وياه، وتعامل وياه تقريبا من سنتين، ومش أول مرة أنا أسوي عملية هني. حرمتي ربت هني، أختي مرت رقيتها هني، يعني تقريبا العيلة بشكل كامل كلهم يجون على المستشفى، فالمستشفى خدماته أظنها ولا أروع. Suleika Hospital, Dubai, Sharjah.